شلام دماراني شو عم شيحة هاو مت كله أخون أخنواثي وخثواثي خزاين عزيزة بأث يوم بريخة وبأث خرزة بريخة زيلة هاو أمن أخونا نميقرا نسيم صادق من أثر يم عراق تدياولن خكمة خبرة المندانة ديلة ببرايا بجو أثرن اتن خكمة مندانة بحس ديخ أنه منظمات مشيحاية ديلي بعيانة ومسعودة كل ان ديلي سنيقة تامة بقوع عراق من ضمن دي سوراي ديان وايضا دسناية لكن بنفس الوقت مرني شو عم شي حمير سو ومبشروا تعلم كله لما بس سو مبشروا تمشلمانة او سو مبشروا تهوذاية او تهنداية مير تعلم كله وايضا خبره خلنا انه كمختدم بقرخ مراسل ديا اخونا نميقرا نسيم صادق عن وضع الطلاب ومدارس وتخرج وجامعات تسوراي ديا انه مها بريله باث شاتا من قبل شاتا من يوم وير داعش الموصل والاديو يوم سو قمة دمشارن كبنت دم رحبا باخوني ميقرا نسيم صادق مراسل الآرامية من كردستان بشينا وبشلام بقاوخ أخوني نسيم شينا بيوخ يقرأ دكتور باسم شينا كل خزانة يقرأ خزانة أحرائط الآرامية كل دكتورة بقزاية يا بشينا وبشلام بقاوخ أنا كبيرا بصيخ بقاوخ وبقو تقارير دك يا وتي طالا آخر آرامية جو طلفني لشان بلشان قرذاية ولشان عرباية ولشان السورة قمة تدوم شارك في وقت ناصف مقروة من دي بشيطة ومن دي بساطة بشيطة في وقت أما شناصف مقروة الخبرة الشريرة من أفرقها كل خزيانة وكل لشان نعم أمين أمين بس مجيان روحك شكر روحك كبيرة قمة تدوم شارك بدهوك أو بكردستان وطلاب ودين يعني دم خرج لي سوراي دين انا كبن قمايه بس خلال اقل من دقيقه دياو تاخذ نبذه مختصره عن الوضع العام جو افرديا بعراق انا وجو كردستان انا كذا متام جيبوخ من جو كردستان وضع الامني طاول وشكيره لها ولا تخون شو مشاكل بس ما خازت انه جو وسط وبجنوب وايضا بشمال ديخ قدالتا وضع مثلا بثر شتيرخ بثر شاتا خاصة بثر ما دمبلا رمادي ومبلا موصل يبو خاطب خلال اقل من دقيقة تدياوتا رأيو بثر ما بثر دي اورن باسئلة دي ايطالو باقت هنبات ليلة شيفة الكل يعني تكبني الطبة احيانا من اقرى هنبات احنا نوهدي اختي ونخاطر جو اغدانا التهوك كثرة الزوزة إلى قائم بالشلطانة أقليم كردستان وشلطانة قنطروناي الحكومة المركزية العراقية بجت يعني موازنة ليلة هلبية طريقة إسكيمة طاوة أن فلاخي الحكمة موظفين الأقليم لما صدقاني الراتيبة معاشة يرخب يرخى كطلع يرخي حاجة كشاق الفلاخة بحكمة السلري مانسلي داون كثرة بنزين بالمدخل مدخل هماش أخنا بغزايق بتاية للحلقاتة وبجرقة يريخ بتلاقي للمقضياتة تشقليني البنزين من ستيشن طليتها البنزين مداولة ترشاد شعبان غفار أو إلى هدامة البرلمان أقليمي كردستان مارلت نقطة اقلامة كردستان اقلامة كردستان اشتا مليون لتر بنزين يومائي قطيشيني فرية خيانة تقريبا هنا ماري الهدية اختي طلا مليون وتأمى ألف نصايح احنا قد ما يخل بنزين قبض هذا وايلة اها كثرة وها حصة بالمدخة ومدخة وكل شعيث او بنزين في فرية اللي هي الشحطانة هنا بنت ريومانا خرايا من دي طاوة غزيلا وصالة شلطان اقليم كردستان قد تمياني بنزين بأرخص عقد كونتراكت تشري قريش أضرانة اللي من الإمارات وبهذا وقت جرقة أطنبيل التاليوة قم كما يوماني
بنطارق شغل البنزين اللي بتصير على رابع وبنزين مع الاسف يعني تمر الى طاوة لا خربة ولا شفطانة هذا اليوم انا قمايا نعم اي ام سوري يعني كل المشاكل ديوتون بغزية تامة وبنزين وبي كل من دي يعني متعبة لمقارنة المندي دي وخخني اخا بعياشة بقابع بقو امريكا او باوروبا او باستراليا الها مبارك قوخن وان شاء الله الها باث اخترى طلوخن كلوخن ديوت انتام بخايا بقو عراق تخاطر الها بيرد الها او بهرد مشيحة تد بارس قو كردستان وقو عراق وسط وجنوب وتخلصوتن من داعش وتناثد مشيحة تدمطي اللوخن ده بالنسبة للنازحين ديا ونازحين من دسناية تاما شمينا انه يعني اثن كبيرة منظمات دمشي حاية من دول غربية ودول اخرى ولا يعني حولت دم سعدي ناوي سورايديا او ناوي دسناية او ناوي قرذاية لكن التنغضاء نائبة عراقية دسنيثا دي شمح فيان دخيل وكلا يعني على ريش نبقاوح انه دي لوطنية وكم دفع له عن دسناي وعن جماعة وكدب خي ولا كدوة وداعش وير ومزبون انش دسنياثا في سوق الرقة يعني رسالة دي حوا وقويثة لكن اخني شميلا انه اذن بعض الصحف مجلة او جريدة او ذا ويب سايت انه مصرح له بانه خكمة من دن منظمات مسيحية انه هو بوالا كثا وقديشة او محكوي بحس ايشو امد اخالو شتايا انا لك خشون دي لآذي عدلت بس ايت مين رأيوه ومني بمارة الخبرة دي البرباطة انه التبشير المسيحي او المساعدات المسيحية بعلاقتها انه بدسناي تتبيشي مشي حي تفضل يعني قرطة فيان دخيل اجت همزلة بداها بسكيمة اسورابة ريان الخيمة تطلع على الفاطة من لهم الى واسف دورة بس نادل همزمان فيان دخيل ومن لهم زوس سكورة ان انا قرطة وقديا هم بات اخنا شمخ وريانة اتمضح مشي حي الوفاء اوساط المسيحية في شايف حيثات ديا مو دي لرأيانا دي خبر داها ملوئة تقوى لهم بميقرا عاشتي البهرو او تيري مشتقلانا نعم تقشمة تعيطات الانجلاية قودهوك البد قشمة تعيطات الانجلاية قودهوك شفت اتيا لبشكل في 2008 وتبعي اللي فرضة 8 عيطات الانجلاية اربع مني اتلي بنيانا واربع مني الى جماعتي خييني كو باتي وكيتش مشياخة ان ريشائيس تنطق كسافة الى مدخورة اللي عن زيان داخيل يأتي طرخ الدنعة تاسع وانقلاي مقوى بحياتي فقد شقر أخوة بدقائي صرعيانة دها قشمة ما إبوا من بقرة من يقرأ عاشتي مضالة قديا وقا مشخل تتمسع يوضعاي بس بقرا بيو مكرستة بمارا إش مشيخة إلى خمنجي وارد كل خزونة سبمارا إقرطة بمشيخة قديا من يوم بستقبل شمية مرسوم المكرس ومنطقات كلها علمها تمام وعمر احنا نخ حيتاسا اجت لي وقت مكروزة نخ نخيطة بمن دي تخ مكروزة اللي من خبرة مشيخة اينا مشيخة يوسف بش اول اينا من كيسة ارزاق يعني كيسة مساحيق طاش مقروة قخا بيتوفة ينخا عائلة مهجرة بذظرو قد قانخ لقد آفر مشيخة يوسف ورخب الدن هيا رياسة جنرائيس عاشتي هم زملة مارين احنا مكروية خبا أحب دمشيخة قلت لك مقرأ وأنا حيا رياضة قديم نعم إن أنا بصويانة خيرة بإرادة دي شخصية يس بطلاب إلي قد آسي المشيخة يوتا ومار أخنا جود جود لما تخكالغ درق والخاء ضي آور المشيخة يوتا سف هدي مار إلي كتخة إلي برازة يوتا تقاني وممكن ما فض مجخة ثلاثة أما من دنة تشو تبت قولوا مادي مؤتمرات دينية في شخصيرة يبدن عتافة قدوه مار بخاصة من دنة إزمائي وبري شايف من دنيا توتاوي مهجرين في عسيلة من كامبات نعم
نو سو انا ده كبير بصخلي جو ما حكيته فعلا ما راني شو عم شي حمير سول علم كلح ومبشر وطلي وما عم ذولة بشمة بابا برونا وروح تقدشا وانا بتهاون موخن وروح لصد علماء. لكن انا بصيخة كبيرة انه دين بشماء انه من دي دبلخلة سطانة من خلال داعش بقو اندى سناية وقرذاي وخنة انه اني دقلة وولدها بثاي المشيحة. باختصار اي بوخت دمرتن يعني ما قدري لأعداد من اندس ناي ديلي بقبالة ما راني شو عم شيحة وولي بقرايك ثا وقديشة او بحضارة ايتاثة. باختصار هذا بخلال اقل من نص دقيقة. نسال خامنيانا الدقائق الازدناية ديلي ديوارك هو ام شيخة يوسا هنا ما صخت امرخني التفهم اسمانتم يقرأ عشت البحر قمو مادة قمو تمرات دينية تشيح طيرة بالمسخة مسخة جو أغدان الدوس مرة ما صخ أمر خلاص تكلم مني هم تزدناها بتشوت في دلوماتي. أوكي. And بقر خرايا لأنه فتلة عدانا أنه كبن دمرن باختصار أنه بريلا تخرج اد طلاب ديان تاما جو كردستان وطبعا بآخر شاتا يعني بكل مخربط لدراسة دي اي مناهج دي اي جامعات دي اي ثانويات دي اي ف يبغ دي اوتا ناطق ذا نبذة مختصرة انه ميوة و الصورة النهائية لأث تخرج هل ويوة عدد كبيرة قصة ويوة بصيخ جو تخرج دي اي هل خشوة انه شاتد اثيا زي لهو يبشطو لو بش بالدقرة دراسات دي اي ومناهج دي اي البصرة. تفضل اخوني نسيب. يا مدعروسة الدعوة المريض لخويا دياروسة وعلينا كنتو اصرايا خازو ياخا كشيطة ومكيخا الإقارة فرصة مغديانتا استنفاقة ديالوك الدفطوبة الدهوك وبالدراشة جامعات ومعاهد الهوك البد الشيطان عيس تباش مقيمة أها زياخا وزودة من أمه وإشتي أختي المدخورة يقرأ نوزات يقرأ بخطة روبر نوزات خلق مشتعلان خويا لمارة زودة من أمه وإشتي يالوك يعني تشيهم صغلة الشو تطلق دوا زياحة من دنة مشق لحرايا مراحل نهائية أن خرجي إلى أشياء تلخت ورنج وآوانا خزيلا خمجي ديفرنت مشخلفة من زواك سقيقة ورابا من يعلوك ديا ليلة بدي خدوك تحمى شهابي وخدية مدخورة إلى قال ما ريشي تنائيس ما ريلين يقرأ روبر في نتقيوة في الثمانية وخمسة خلطة بالأمة وخمسة الأمة وإشتي يا لوفي قال اشتا اختي بال 85 اختي 5 يا لوفي اتوالا قربايت اشتي يا لوفي ماريلي ليش بتتلسف لين نصف مكمل لي المشق الحراري مرحله نهائيه من كليه عاد موجلة قد قربت بلكي ان لين اشتي كنت خامنني من خبيت وتبكت من اتوا خنواسه وقربت خمشي بيت وياسه كل انك ليطه للودر وزيل الاطروات تريش اخ تركيا واخ لبنان اردن بسطاره تاوري خفرسه ما في طاقة خاطر الطيشي خمية زبقاي وما في خيط إطار المنظار الطشلة قطرة هي ودية من خيطة لخا البت احنا هم زمو خدية بس مشي خاية الدهوك يس نعم لا توتاوي لا انت لقيتي من الموصل لا دشتة انا الدهوك تخزيلي من دي لقوامة بتخنوات مشي خاية من دشتة اجب طاين زدوطة مطيلة اللي وبلط لاي واها من دي قمقش من احلى بش برضا نورا عشياك تيالو فاني دي تفقلا دي يدمري رابع بخداي خد اليوم انظار مي زلطة تشتفرش من القريانة يعني طلافة دي طعمت دي ثمر دي ايوة واها التحدوث عاش هذا التحرج يعني هر مدري ماري لخم صايا قد اخنا من طاشا خل دمعا وخشا تدي يوم اخنا اتوا رابع يا لوفي لمصة لشرطتي قداها زياخا خورانا من المنظستان فريشة اديو الفناية دن كل نياتا دن الجامعات صبار الاخليطة الى الودر نخ اقات بقرف مارس بغزاية اها مندي بتموت قد شيت تأثير بش بصري اهي ورا يعني السامة زودة من يالوفة وانا تيوا قائمة لداها خطافة سطح ولطف اصلا ليلة بشلاية ويوم القيمة بش خربة لزالة هنا اما اما دي هيويا بمورن اش مشيخة هماشا اين شواق لان قد فيشخ وصيب الرحمي تمكي لي احوالتي عصة تخيوثة قداها افضل بس مجيانوخ اخوني نسيم انا شكرنوخ كبيرة الهم بارخ بقاوخ وبقو خدمتوخ وقو كل سوراي دي انتما بقو
لا بس بدهوك وانما بكردستان وافرق كله من شمال العراق يعني من بصره ولزاخو الها ناطير اخون الها محاميل اخون وطلب منه خنه اخر ختامة ما رسالة التخت خزايديا خلال السر ثواني بليز تحيط لها خزان دم يقرأت إلى بغزال كل دكتة الششتة أطرافة أرامية في بيبن تهمشة التبيلة أن يخرز وأن الأنفورة لا أختي بشميتة وغزيتة إلا أطلاني بشتاليا ودي من أطرى ومثل رأيان بريشة بريشة ضي مقروي لي أطرخة ديوخ وكديا أحنا بتقبلخ عليها من كل إطارة تبخن إيوخ أحقق مقروخ خلمت وتشمشت قدنا خزياني ودماطخ ببشي طوفة دم صياطة دي مقروخني أن لو أتي لي بش خميمة وبش مرية البيوتة وبش دقراني دي رعشيات البنونة عمان بداعة أطرى ما جلش مني ما تخ مقر وخنا تخ دع أسرة فقديان إتحاري بش قربة إيش أه أسرة أخا قشرة بين بنونة عمان خيانة أطرى بين بنونة عمان خيانة وأصواتها ريشة أتودى آمين شكرا لك كبيرة قاخرتا أخوني نسيم شكرا لكم كل اخونا خنواتي وخثواتي خزان عزيزه بتفقوا بقوخن قوخا خرزخنا تقرير خنا امد اخونا نسيم صادق من العراق بطلفنا لشان كردي عربي بسورة شوقوخ لخن بشلام دمارني شو عمشيح.